لهم قراءة خاصة للنص الديني، لهم قراءة خاصة، نعم ليست قراءة الفقهاء، نعم ليست قراءة الفقهاء. تعرفون أن التفسير القرآن نعم متعددة، نعم هنالك التفسير اللغوي، نعم وهنالك التفسير الفقهي، نعم وهنالك التفسير الكلامي، نعم هنالك أيضا التفسير الصوفي، نعم هنالك أيضا التفسير الصوفي. نعم نعم وطبعا لكل نوع من أنواع التفسير يعني مستنداته من القرآن والسنة من ناحية، ومستنداته كذلك من حيث الدلالة، الدلالة اللغوية، الدلالة الرمزية، الدلالة البلاغية. نعم فلا شك أن الصوفية من كبار المؤولين، الصوفية من كبار المؤولين للخطاب الديني، بينما نجد أعداءهم وخصومهم، أي ألد خصومهم تقريبا، وهم السلفية الذين يرون أن التأويل هو طاغوت، نعم هو طاغوت، نعم بل أكثر من هذا، نعم منهم من يرى أن العقل هو طاغوت. طاغوت. إذن نحن هنا على طرفي نقيض، نحن هنا بين طرفين متناقضين، طيب ولا يمكن لنا إذا كنا يعني محايدين، وإذا كنا باحثين يعني ونستند إلى منهج علمي صحيح، لا يمكن لنا أن نحكم هؤلاء في هؤلاء.